مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. نحاول أن نلقي الضوء في الدقائق القليلة القادمة على ما خرج به اجتماع المجلس الاستشاري للمجلس العسكري اليوم، وهو تحدث في نقطتين. الأولى كانت تتعلق بمنظمات المجتمع المدني، وأشاد بهذه المنظمات ودورها فيما يختص بحقوق الإنسان. والنقطة الثانية تحدث في المادة 28 الخاصة بتحصين اللجنة التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية ضد أي طعن أو أي عمليات قضائية بعد ذلك. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة كلا من الدكتور طارق كامل، عضو الهيئة العليا بحزب الوسط، أهلا بك دكتور طارق. وكذلك المهندس شريف زهران، الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري وعضو مجلس الشعب المعين أيضا، أهلا بك باشمهندس شريف. أهلا بحضرتك باشمهندس. أبدأ بك لعلك تعطينا تفاصيل أكثر عن ما حدث اليوم داخل اجتماع المجلس الاستشاري. نبدأ بما يختص أو ما يخص منظمات المجتمع المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. هو في البداية كان الاجتماع استكمال لاجتماع يوم الثلاثاء الماضي اللي بدأنا فيه الموضوع مع المدني دكتور بستو. كلنا اجتماع النهاردة في نفس الموضوع علشان الموضوع، يعني عشان خاطر ما طولش، الموضوع محتاج إطار حقيقي يوجد لمنظمات المجتمع المدني الحيز للعمل، لكن يحدد دورها في المجتمع المدني على أن يكون هناك إطار من يعني إيه، عايز أقول إطار من فولاذ مش من حديد، على ألا يتم التعامل مع هذا الإطار بشكل مخالف، وأن من يخالف لابد أن يعاقب، لأن الـ 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 الأقاويل والكلام واللي بيحصل دلوقتي على أرض الواقع، الكلام ما بقاش مجرد منظمات المجتمع المدني، الكلام عن سيادة الدولة والأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. طب يعني أنا بس دعني أفهم، عشان يعني كده هربط لحضرتك حالا، أقرب للهجوم على المنظمات ولا لا بتشيدوا بيها، لكن في نفس الوقت في إطار الأمن القومي؟ نحن نشيد بدور منظمات المجتمع المدني إذا استمرت كمنظمات مجتمع مدني فقط، لكن إذا تعدت هذا الدور يعني إيه؟ يعني إيه إذا استمرت كمنظمات منظمات المجتمع المدني ليس لها أي دور سياسي باختصار، ولا تمارس اي عمل سياسي باي شكل. مين قال كده؟ التثقيف والوعي بالديمقراطيه وبالنزول للانتخابات والعمل وحتى باداره العمليات الانتخابيه. من قال انها اداره العمليات الانتخابيه؟ يعني المراقبه هذا عمل حقوقي وليس عمل سياسي. بس واخد بال حضرتك، العمل الحقوقي يندرج تحت دور منظمات المجتمع المدني، لكن العمل السياسي واخد بال حضرتك ودعم احزاب على حساب احزاب وترشيح شخصيات وتلميعها للانتخابات، هذا عمل سياسي. هل هذا حدث بالفعل من قبل بعض منظمات المجتمع المدني؟ والاتحادات شغاله وفي متظاهرين. لا حضرتك بعيدا عن انا بقول لحضرتك اهو، يعني الناس دول اتقبض عليهم ليه؟ لان في اسباب وادله ضدهم. لا اتقبض عليهم علشان بيمولوا خارج الاطار القانوني الذي وضعته الدوله او الحكومه. ايوه، التمويل ده موجه لايه؟ ايه الاطار؟ عشان بس حضرتك تبقى الدنيا واضحه، ايه الاطار؟ فعلا انا بفهم من حضرتك. انا بقول لحضرتك وانا فاهم ايه هو الاطار. الاطار ان تقوم بدورها كمنظمه مجتمع مدني فقط. النقطه بس الجوهريه عشان حضرتك الدنيا تبقى واضحه للناس كلها باختصار شديد. هناك اتفاق بين الحكومه المصريه والحكومه الامريكيه على ايه؟ على ان يتم الاتفاق بين الطرفين على اوجه صرف الايه، اموال التي تدرج سواء كانت في اي برنامج من البرامج. احد اعضاء الكونجرس الامريكي اتخذ قرارا ووافق عليه الكونجرس ان لا يتم اختيار الحكومه المصريه بذلك، فابدت الحكومه المصريه اعتراضها على هذا ووافق الجانب الامريكي على ذلك، ثم ثبت عكس ذلك من دخول اموال امريكيه او من امريكا الى هذه المنظمات الغير مصرح لها بالعمل داخل مصر. هذه هي الايه، هذا هو الاطار الذي يعد خارج اطار نظام منظمات المجتمع المدني ولا يمكن القبول به سواء من الحكومه او من القضاء. يبقى اذا لخصنا ما خرج به الاجتماع اليوم المجلس الاستشاري في هذه القضيه، ماذا تقول؟ لابد ان يكون هناك قانون ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، وان تكون حدوده واضحه للجميع، يقره مجلس الشعب بدوره مشروعات القوانين،
وان يتم وضع اطار لايه لهذه المرحله حتى يتم تفعيل القانون على ايه على كل الهيئات ان تقوم الجهات الموجوده بالتزام عايز اقول المرحله الانتقاليه حتى ايه تطبيق القانون وان يتم ترخيص الكيانات الموجوده او ان تغلق عملها فورا اذا تعرض ذلك مع الامن القومي مع فكرة ان هو ان يكون عمل هذه المنظمات بعيدا عن الساحة السياسية ودعم صحيح. حزب على حزب اخر بالضبط ده اللي انا فهمته تعقيب حضرتك على هذا الكلام دكتور طارق منظمات المجتمع المدني كلمة واسعة وتشمل اشياء كتير هي جزء من الثقافة الديمقراطية بصفة عامة هذا الكلام دكتور طارق منظمات المجتمع المدني كلمة واسعة وتشمل أشياء كتير هي أيضاً جزء من الثقافة الديمقراطية بصفة عامة يعني أي مجتمع فيه نادي بديمقراطية حقيقية لابد أن يسمح بوجود منظمات المجتمع المدني يعني ديمقراطية مثلاً نقدرش نحصرها في صندوق انتخابات مثلاً لكن ده في ثقافة مجتمع بصفة عامة مسموح بهذا لكن في بضوابط أكيد للأسف الشديد القانون الحالي كان يبدو أنه فيه مجال واسع جداً للاختراقات وغير ان القانون الحالي في مجال الاختراقات انه كمان الدولة نفسها تقاعست وتراكمات اخطاء فترة طويلة جدا وبتفاجئنا بيها دلوقتي جاية تصلحها يعني في حاجات من اللي بيتحكموا حاليا هم موجودين بشكل غير شرعي منذ سنوات اسمع لي هو السؤال يمكن ده اللي كنت هطرحه على حضرتك ولعلي هطرحه على البشمهندس الشريف هي كانت فين الدولة قبل كده ولا بالثورة هي التي أتت بهذا يعني طبعا. نحن معترفين أن الدولة طبعا. كانت غائبة برضاها أو بغير رضاها دولة كانت غائبة عن أشياء كثيرة جدا والدولة كانت مخطئة في أشياء كثيرة جدا آن الأوان أن احنا نصلح كل هذه الأخطاء طيب. والقانون الحالي نتحاكم به وإلى حين أن احنا نعمل قانون جديد بعد كده لو في حد تجاوز بأي شكل من الأشكال الحقيقة في برضو رقابة المفروض تبقى على التمويل الخارجي قد نسمح به وفي ضوء برضو ما لا يضر مصلحة مصر ولا الأمن القومي أسمح بتمويل بس راقبه اتصرف في مكانه ولا لا يعني حتى لو كانت جمعية خيرية جاي لها تمويل من بره على نشاط خيري وتم استغلال هذا النشاط الخيري في عمل سياسي عمل مثلا. سياسي لمساعدة طيار معين أو حزب معين هذا خطأ طيب خطأ يعني اسمح لي هو في يعني أعتقد في سؤال جوهري في هذه النقطة رؤية المجلس الاستشاري اليوم هل تراها هي انحازت أكثر لرؤية المجلس الأعلى للقوات المسلحة وجاءت على منظمات المجتمع المدني ووضعتها كلها في سلة واحدة؟ لا ولا أنا لسه مستني أن كله يتكشف هم أعلنوا عن حاجات يعني في تحقيقات تجري حاليا دلوقتي على المنظمتين اللي هم الأمريكيتين مش كده؟ المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي وفي حاجات تانية قيلت كلاما فقط ولم نسمع بعيد عن اجراءاته يعني قالوا ان في جمعيات مسيحيه وقالوا في جمعيات خيريه اسلاميه تلقى التمويل برضو ولسه وهذا اي حد يخالف القانون لابد من يحاسب هي المشكله ان احنا لسه منتظرين يعني احنا برضو قاعدين في فتره المعلومات بتجينا بالقطاره يعني احنا معلومات من شهور طويله وزير العدل السابق صرح يوم بتحديدا كلام محدد على تمويل خارجي من دوله محدده ما قالش اسمها وبعد كده ما سمعناش حاجه خالص لمن قال في تمويل خارجي من دولة خليجية ده بنص وزير العدل لمين؟ محمد عبد العزيز الجندي لا لمين؟ هذا التمويل لمين؟ قال لجمعيات في مصر واخد بال حضرتك ازاي؟ وما كملش الكلام جمعيات مدنية ولا جمعيات ذات صبغة دينية؟ لا لا ده دكتور المستشار الجندي لا ما عنديش فكرة الكمالة تحت الحديث ايه؟ اصلا حضرتك مش مستشار الجندي بقى عادل عبد الحميد ولا انت وزير العدل السابق يعني اسمح لي دكتور طارق هل البعض يرى أن ما يتخذه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآن وتحويل القضية بشكل أو بآخر يعني الهدف منه الرئيسي هو يعني إيجاد حالة من الدعم والشعبية في الشارع المصري يعني كما يقول بإعلان الحرب على أمريكا ولا أقصد الحرب بمعنى الحرب يعني فقط هي للشعبية حتى عندما سئل الكاتب الكبير فهمي هويدي عن توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن الآن قال أنها يعني توتر في إطار العائلة يعني توتر العلاقة بين مين؟ مصر وأمريكا القاهرة وواشنطن يعني بين مصر وأمريكا قال أنه مجرد توتر في إطار عائلي وسينتهي قريبا يعني أنا رأيي الشخصي أنه في تصعيد من الجانبين التصعيد ده نوع من مخاطبة الرأي العام يعني حتى في أمريكا
هم بيساعدوا المصالح الاستراتيجيه لا زالت لسه موجوده ومتفق عليها ولم تنتهي حتى الان الى ان ياتي نظام حكم جديد. انما حاليا لا، كل ما حدث ده نوع من مغازه الراي العام على الجانبين. يعني هم هناك عايزين يوروهم بصوا احنا ما عندناش امريكي يحتجز كده ونسكت، يعني واخد بال حضرتك دي مغازلات سياسيه للراي العام في الناحيتين. المبالغات دي ما هياش، احنا عندنا في قانون بيحكمنا وفي تحقيقات جاريه ومن حق ان انا امنع ناس بالسفر لان في توه محدده بوجهها لي وما فيش فيها فصاح. اما زياده التصعيد ده اعتقد ان هو نوع من ال، هل لك رؤية مختلفة يا باشمهندس شريف؟ لا أنا متفق مع الدكتور طارق، لكن أحب أضيف جزئية صغيرة، أن ممكن يكون ده قياس لشخصية مصر الاعتبارية بعد الثورة. فدي نقطة مهمة جدا، أن مصر دولة قانون بتحاسب الرئيس المخلوع مدنيا وتحاسب الرعاية الأجانب مدنيا بس بالقانون. كويس، واضح أن يعني في حسن نوايا مطروحة لكل العالم. شوية مبالغات من الطرفين، مبالغات مقصود بيها بس، لكن مش معناه ان في انقسام او يعني قصدي اقول في خلاف شديد الخطورة. لا، لحد دلوقتي لسه المصالح الاستراتيجية الأمريكية لا زالت. لا بس اسمح لي، هو سؤال أخير عشان حتى نغلق هذا الملف. ألا ترى ما حدث هو يعني محاولة تضييق على منظمات كانت لها دور في الثورة ويعني وفي دفع الناس للثورة بشكل أو بآخر، يحاولوا أن يضيقوا على هذه الجماعات حتى لا تقوم بدور آخر بعد ذلك؟ أقر وأعترف أن المعلومات عندي ناقصة ومعلومات مشوشة ومعلومات ضبابية في كل حاجة مش في دي بس حقيقة. يعني زي ما حضرتك حياتك مثال، تصريح من وزارة يعني من شهور طويلة، الوزيرة برضو فايزة بناجة قالت كلام وقالت أرقام وقالت على حسابات شخصية وقعدوا شهور نايمين. طب ما فجاه يعني قامت مره بالظبط كده. هو الموضوع مش نايم، لان تقرير الدكتور عبد العزيز حجازي كان فيه مخاطبات بتتم ما بين وزاره الخارجيه المصريه ووزاره الخارجيه الامريكيه ووزاره التعاون الدولي المصريه والخارجيه الدبلوماسيه الامريكيه في هذا الخصوص بتوضيح الامور صرف الاموال، ولا بد من اختيار مصر بهذه البنود واعاده هيكله برامج الديمقراطيه والحوكمه وما الى ذلك. وهذه المراسلات تمتد من يمكن من بعد الثوره بشهرين ثلاثه حتى بدايه 2012. في اي توصيه النهارده كمجلس استشاري ستقدموها الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه؟ توصيه اللي تخص هذا الموضوع سرعه اصدار قانون، سرعه اصدار قانون او تحويل مشروع قانون من المجلس، اعتقد ده امر من السلطه التنفيذيه للمجلس الشعبي. لا ما بقول لحضرتك يمكن ان تعد السلطه التنفيذيه مشروع الحكومة وتقدمه من حق وتقدمه الى مجلس الشعب. وانا بضيف مطلب ثاني على الكل، فتح كل الملفات بقى، بس فتحها بقى بسرعه وبوضوح وبكل شفافيه. انا بقى اعاني معاناه شديده جدا من المعلومات اللي بالقطاره والمعلومات المبطوره. الدكتور عبد العزيز حجازي قال ان في فعلا مشروع في، الدكتور عبد العزيز حجازي هو المدير، هو اللي ماسك الجمعيات الاهليه الاتحاد العام للجمعيات الاهليه، فهو بيقول ان في فعلا مشروع بيتم اعداده. يعني اعداده الان ستقدمون به للحكومه ثم بعد ذلك سيحول للسلطه التشريعيه. دعنا نتحول الى الامر الاخر تم مناقشته اليوم على مائده المجلس الاستشاري، كان الخاص بالماده 28 وتحصين اللجنه المشرفه على انتخابات الرئاسه. يعني ما الاطروحات التي تقدمتم بها في هذا الاطار؟ والله هو الكلام لما حضرتك بتتكلم على زي ما حضرتك بتقول بالظبط كده، توصيه لمتخذ القرار بخصوص هذا الموضوع. المادة 28 كانت من المواد التسعة اللي تم الاستفتاء عليها، فإذا كان هناك نية للتعديل بها التعديلها فلا بد من الاستفتاء مرة أخرى، فهذا قد يطيل المرحلة الانتقالية لفترة كبيرة ويحمل مصر نفقات ليست يعني نحن في غنى عنها. فهنا التعامل لازم يبقى بطريقة مختلفة، لازم يبقى واقعية ومنطقية وبسقوط على الأرض من ناحية الاحتقان الخاص بالتقصير وليس بالتطويل، ومن ناحية تانية بكيفية التعامل مع الوضع على ما هو عليه، مع ضمان نزاهة الانتخابات وعدم حدوث اي تزوير كاجراء وقائي لعدم اللجوء للايه للرقابه يعني او وجود طعن على ايه على الماده 28. مما خرج بعد هذا الاجتماع اللي انتم يعني تؤيدون وجود هذه الماده وتحصين هذه مع اجراءات تنفيذيه على الارض اللي هي وجود الشفافيه التامه من بدايه العمليه الانتخابيه حتى الان. اديني بس بعض امثله وتفاصيل هذه الشفافيه باختصار زي ما كنا بنتكلم انا والدكتور طارق في قبل الهوى، ان لابد ان تتم العمليه في حضور مندوبين لكل المرشحين من اول بدايه عمليه الاقتراع حتى نهايه عمليه الفرز في مع عدم استثناء اي مرحله خصوصا عمليه التجميع.
خصوصا عملية تجميع الأسواق. رأيك في هذا الإطار؟ هي المادة 28. أنا آسف إن احنا كنا بندردش مع بعض بقى إيه؟ كلام جميل كلام كان صحيح. صحيح. المادة 28 الحقيقة مادة تثير جدل. والحقيقة الأمر كلا الطرفين محقين. يعني لو قلت حضرتك إنه دي لجنة إدارية هذا حقيقي. هي مكونة من عناصر قضائية رفيعة المستوى لكن هي لجنة إدارية. كل قواعد الدستورية والقانونية بتقول مفيش لجنة إدارية تبقى قراراتها محصنة ضد أي طعون قضائي. صحيح. دي حقيقة. لا يعني اسمح لي، ده أحد أعضاء مجلس الشعب كان بيتحدث إلي قبل عدة أيام فقال لي إذا يعني إذا فاز فلان وثم قامت اللجنة وأعلنت فلان هو الذي فاز لا نستطيع أن نراجع هذا الكلام. أنا هكمل وجهة نظر دي وحاولها. فالحقيقة هم اللي بيقولوا كده محقين. والدليل على هذا أن انتخابات مجلس الشعب ما هي لجنة قضائية مكونة من عناصر قضائية لكن هي لجنة تقوم بعمل إداري وبالتالي كانت بتتعرض للطعون على قرارات امام مجلس الدوله. صحيح. الاداريه المحكمه الاداريه ثم الاداريه العليا والاداريه العليا حكمت باحكام واعيدت الانتخابات في كثير من الدوائر. جميل. في الدوائر اتعادت مرتين كمان. صحيح. ولسه كمان بقى ولسه كمان وبعد كل هذا اعلان النتائج خلاص ودخل العضو حلف اليمين لسه في مرحله اخرى من الطعون قدام محكمه النقض. وتغيرت دي في الاعلان الدستوري الحالي عن 71 ده العمليه مصبحت. برمتها الان ايضا يعني مطعون عليها بشكل عمليا يعني آه يعني موضوع لكن العمليه الانتخابيه برمتها مطعون عليها المحكمه الدستوريه العليا على انه عشان الفردي اللي دخل فيه الاحزاب. لكن خلينا نكمل على عضو مجلس الشعب. انت بتتكلم على مجلس دوله يراقب قرارات اللجنه الاداريه دي ويحكم يدي فيها احكام ثم بعد اعلان النتيجه وحلف العضو اليمين في خلال 3 شهور بتتقدم طعون لمحكمه النقض وتصدر حكما ملزما باسقاط العضويه. دي اللي كانت مختلفه عن دستور 71 وسائر قراره والقصه القديمه دي. فقصدي اقول انت شفت انت حصنت قرارات الاداريه دي قد ايه قصدي عملت اديت فرصه للقضاء عليها. فانت جيت دي قلت لا تقبل الطعن باي شكل من الاشكال. الحقيقه هي يعني اسمح لي وما السبب في ذلك يعني من وجهه نظرك؟ هقول لحضرتك بامانه انا واحد من الناس والناس كتير جدا معظم القوى اللي في الشارع المصري قابلناها لما نزل في الاستفتاء في 9 مارس وما علقناش عليه. صحيح. يعني الحقيقه ما اثرتش ما كناش لسه شايفين توابعها. أيوة. مش عارفين الدنيا رايحه فين. ايوه انا اقول لك الحق. يعني احنا ساعتها وافقنا عليها في 9 مواد ثم لما طلع الاعلان الدستوري كله وهي داخله في وسطيه سكتنا. الاصوات ابتدت تعلى من دول. الحقيقه احنا كنا معظمنا قابلنا وما كانش معلقين عليه. ف برضو عشان انما اصبح هناك شكوك في النوايا هقول لحضرتك يعني خليني ما انا انا تعبان الحقيقه فمش قادر احكم عليها ما بعرفش اتكلم عن النوايا. انا بتكلم على يعني افعال. خلينا اكمل وجهه النظر الثانيه. بتقول ايه وجهه النظر الثانيه؟ بتقول انه اللجنه دي مشكله من عناصر قضائيه رفيعه المستوى. طب هتطعن على قراراتها قدام مين؟ ده فيها رئيس المحكمه الدستوريه نفسه رئيسها وفيها رئيس استئناف القاهرة ونائب خمسة من قمم السلطة القضائية. هتطعن فيها قدام مين؟ ثانيا طبيعة المنصب نفسه لا يتحمل انك تعلن نتيجة فوزه وبعدين تطعن عليه بعدها ويطلع مش هو اللي فاز. يعني عضو مجلس الشعب قابل ان يطلع عضو اثنين ثلاثة عضويتهم باطلة ومحكمة النقض تعيد الانتخاب. فهمت قصدي؟ انما رئيس جمهورية من الصعب. لكن حتى يعني اعتقد ان حتى بعد كل ما اثير من جدل مجلس الشعب يعني ذهب او حتى على الاقل اللجنه الدستوريه ذهبت انها لن تطعن على هذه الماده بشكل او باخر وستكتفي ان تكون هناك بعض الاعمال الاداريه اللاحقه التي تؤكد الشفافيه على ما انا بقول لك. احنا دلوقتي احنا طرحنا وجهتين النظر والاثنين لهم واجهتهم يعني. نعم. اللي معترضين على وجودها بهذا الشكل واللي موافقين على سيناريو بهذا الشكل. طب نخرج المخرج ايه؟ المخرج يا اما عندك بقى كل القوى مختلفه او الراي اللي اختاره الشعب لا تلتف على اراده الجماهير ودي من 9 المختارين من الشعب في استفتاء. ولو عايز تغيره يبقى نروح لاستفتاء تاني. اجراءات بقى وفلوس ومصاريف وتضييع وقت وتطول كمان. طيب. ممكن الفتره اللي انت واحد تاني يقول لك يا سيدي شغلانه ما المجلس الاعلى غير بعض الماده منهم من 9 غير الصياغه بتاعتها واضاف حاجات بعد الاعلان الدستوري تاني خاصه بالانتخابات دون ان يعود للشعب ودون ان يعود للشعب ما يعملها لنا وخلاص. واحد يقول لك لا مجلس عسكري لا ينفرد ان هو يعمل. فهمت قصدي؟ توافق وطني. فمفيش توافق من كل القوى للاسف على اللجنه. طب الخلاصه نطلع من المأزق ده ازاي؟ المأزق زي ما قال باشمهندس شريف دلوقتي انه خلينا زي ما هي الا اذا كل القوى اتفقت ان المجلس العسكري فوضته وقالت له غيرها لنا بالصيغه الفلانيه. اذا القوى اتفقت والمجلس قبله
احنا عندنا شرطين. واضح ان ده شويه مستحيل شهادة الوقت الضيق. طيب خلينا نقول طب المخرج، المخرج بقى منتهى الشفافيه، كل مرشح له مندوب ومنظمات حقوق مدنيه اعلام، قول ما زي ما انت عاوز، وال50 الف صندوق هو تقريبا فيه 50 الف صندوق مش لجنه، عارف صندوق، الصندوق فيه متوسط 1000 صوت، 50 الف صندوق بيتفرزوا ومندوبين واقفين عليهم وبيعدوا، محمد خد 20 وساح علي حسن، كل صندوق وبالتالي منتشف وتعلن للجميع علانية. بس بقول الحقيقة هل اللجنة هتقبل بداية يعني؟ ما هتقبل لا عشان تريحنا يا شام، اللجنة عندك طريقتين، الطريقة ديت اللي هي ان يبقى في شفافية لاقصى درجة، ايوة، وكل الاجراءات من اول بداية عملية الاقتراع حتى اخر مرحلة عملية الفرز وهي التجميع، او استخدام التصويت الالكتروني، وده مش هيحصل ضيق الوقت والامكانيات الفنيه وعدم تجربه حاجه. انت عندك الامكانيات الماديه قد تذهب بك الى التصويت الالكتروني، لان هيوفر 9 الايه المصاريف، اعتقد ضيق الوقت ممكن ما يعني ما يحصلش يعني، عشان يبقى الكلام لكن الرقابه من اول الصندوق هو بيتفرز ويتفرغ في كشف كلهم حاضرين والتجميع علنا، هو في حاجه سر. رغم كل ما يقال حول هذه الماده وهذه الاصرحات، وهي طرحت حتى داخل مجلس الشعب ومع كثير من القوى السياسية، لا نسمع أي صدى لهذا الكلام من قبل اللجنة، اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، لم تقل لنا هل من الممكن أن تحقق ذلك الكلام حتى تتم الشفافية أم لا يعني. هل أنت متابع لده باشمهندس شريف؟ والله يمكن أنا مش منتظر أن اللجنة تقول حاجة، أنا منتظر أن اللجنة تعلن آلية العمل بتاعتها في خلال أيام، وكمان تقول المواعيد اللي هي ايه ما اعلنتش عنها في وقتها. لكن خلينا نقول ان دايما القضاء والعسكريين يعملوا في صمت، ما بيخرجش منهم الا ما هيخرج. طيب دايما المعلومه عندهم غاليه. طب اسمح لي عشان نؤكد على توصيتكم اليوم للمجلس العسكري، ما هي مره باختصار؟ ان تتم عمليه الانتخابيه لانتخابات الرئاسه بشفافيه تامه وبحضور مندوبين المرشحين للرئاسه من بدايه عمليه الاقتراع حتى نهايه عمليه التجميع، مع الابقاء على مساله تحصين اللجنه ضد اي قرارات. طالما القوه كلها ما اتفقتش على اي حل من الحلول ولا المجلس العسكري وافق، ما دول الشرطين. اسمح لي انا سابدا بك هذا السؤال، ويعني واجعل التعقيب للمهندس شريف. المجلس الاستشاري بيجتمع وبيطلع توصيات، لكن الحقيقه هو المجلس الاستشاري الان اصبح له، سامحني يا باشمهندس، اصبح له قيمه بعد كل هذه الاستقالات، وبعد انه كان يتحدث عن امور والمجلس العسكري لا ياخذ بها تماما، ولدينا بعض الامثله على ذلك. هل تتفق في هذا على هذا الطرح؟ هم بيقوموا بدور ودور وطني ومشكور، وهم دورهم كده وتوصفهم. انعكاساته ايه؟ انعكاسات هذا الدور كامل لحضرتك. ما هو خلينا واقعيين، هم لا يملكوا غير هو اسمه استشاري، بيقول رايه وبيقول مشورته. لان لما حصل، لو تفتكر فكره تكوينه جت ازاي ايام ازمه محمد محمود الاولانيه، خلاص فقالوا لهم انتوا بتسمعوا مستشار. ده حصل في الاول لقاء مع 12 شخصيه اللي كلمهم المشير سامعنا، الفريق سامعنا، فقالوا لهم طيب يعني بالظبط كده وشاورونا. بس اسمح لي، هل كان تهدئه للموقف وهو يعني ما بياخدش بهذه التوصيات؟ اعمل ايه طب في النوايا؟ انا مش ما بعرفش النوايا. لا لا، اتحدث على نوايا، انا اتحدث على شخصيات يعني محترمه ولهم دور، ومن استقال له وجهه نظر محترمه، ان من استقال كان عنده مبرر، قال والله احنا قلنا له من اول يوم هنقول لكم مشورتنا بس تاخدوا بيها، احنا مش هنبقى كده نقول كلمتين ونمشي. اخرهم كانت الكاتبه الصحفيه سكينه فؤاد، يعني كبير منهم. لا نشعر ان يعني ليس لنا دور في هذا الجزء اللي كمل. والجزء اللي كمل حقيقه هم انا برضو ناس وطنيين وبيحاولوا لاخر دقيقه الا يتخلوا، اذا كانوا يملكوا النصيحه لاخر دقيقه كون بقى المجلس. هل المجلس اصبح له قيمه ودور بعد وجود مجلس تشريعي بالفعل؟ معلش، لا ده دور وده دور، ومجلس ممثل عن الشعب باكمله. لا معلش، المجلس الشعب له دور محدد في الاعلان الدستوري، انه انتقلت اليه سلطه التشريع، وكلمه تانية مبهمه اسمها مراقبه السلطه التنفيذيه فقط. اما المجلس العسكري فلا زال بقيه اختصاصه. لا انا اتحدث عن المجلس الاستشاري. طب انا بكمل حياتك. ولا والمجلس العسكري من حقه انه يشير زي ما عايز، ايه المشكله يستشير اي حد؟ طيب يعني ده مش تضارب. دفعت خلاص عن الموضوع يعني. لا انا بقول لك، هقول تعقيب بسيط جدا. الاجواء دلوقتي اهدى من بعد محمد محمود لما المجلس الاستشاري بدا. يعني دلوقتي الموضوع اهدى، لان اي مش منصف. خليني اقول لحضرتك على حاجه، لا يرى له دور اساسا يعني. اهدى من الاحتقان على المجلس الاستشاري. اول حاجه، المجلس الاستشاري كان ليه دور واضح في وقت احداث مجلس الوزراء، كان ليه دور واضح في احداث وزاره الداخليه،
كان ليه دور واضح في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ اللي هي المناوشات اللي كانت عند ماسبيرو بين الحلسين. كان ليه دور واضح في الجدول الزمني ده والضغط ان تبكير بانتخابات الرئاسه ال 10 مارس. كان ليه دور في استشارات لم يعلن عنها مؤاخذ بها المجلس العسكري في حاجات مثال كبيره. مثال مثال واحد فقط لدي. خلاص هو قال لنا يعني لا يعني عايزين مثال نطمئن بيه الناس يعني بس يعني زي ما قلت لحضرتك كده موضوع تبكير بانتخابات الرئاسه الكلام ده كنا بنتكلم عنه قبلها بثلاث اسابيع وتم الاعلان قبلها باسبوع واحد. وحضرتك حضرتك يعني احنا قدمنا مقترح متكامل بجدول زمني لموضوع انتخابات الرئاسه والاستفتاء على الدستور. كان ايه هو الجدول الزمني متى تبدا مثلا؟ كان 1 مارس. كون ان هم يقولوا 10 مارس ده كويس جدا يعني جدا لان الموضوع هنا مرتبط باللجنه واللجنه هي اللي اجلتها 10 ايام فده كويس جدا. الكلام ده احنا قايلينه من 1 فبراير يعني من 1 فبراير واحنا مرافعين مقترح لم يتم الاعلان عنه. وقلنا لهم لازم التبكير لان الاحتقان قبله. بس واضح يا باشمهندس ان الدنيا ماشيه في 30 يونيو برضه كده. لا خلينا نحط قبل 30 يونيو. لا خلينا اوضح لحضرتك نقطه. انت دلوقتي عندك اجراءات تفصيليه في عمليه الانتخابات هي اللي بتتطرق للتاجيل. يعني موضوع حصر المصريين وتسجيل المصريين بالخارج ده انا ما كنتش اعرفه. بس ده مش جديد يعني. لا انا بقول اللجنه فجاه صحيت عارف ان المصريين في الخارج. هي اللجنه مش فجاه صحيت. انت عندك انتخابات ما ينفعش تبدا ما عندكش يعني ما عندكش الا تعمل البيانات. لا عندك اثنين انتخابات في نفس الوقت ما ينفعش. حضرتك لازم تخلص انتخابات الشورى عشان تبدا اجراءات انتخابات جديده يبقى فيها تسجيل جديد ينفع انتخب واسجل في نفس الوقت. بس فانت عندك حاجات ايه بتتم بشكل متتالي مش بشكل متوازي يعني. يعني هو له دور ودور مهم من وجهه نظر حضرتك ودكتور طارق. محترمين من خرج من استقالوا له وجهه نظر محترمه ومن استمر له وجهه نظر تحترم. السؤال هل على اجندتكم في الفتره القادمه او ناقشتوا بالفعل مساله لجنه المئة؟ والله الموضوع تم مناقشته قبل كده في داخل المجلس وبالحوار او التوافق الوطني اللي كان بدا وكان اعلن عنه السيد منصور حسن وكمله الدكتور حسن نفع واجتمع مع ممثلين من الاحزاب البرلمانيه او اللي هي الدكتور حسن استقال. لا بقول لحضرتك وخرج من الموضوع بتوصيات للجنتين. لجنه تعد مشروع للجمعيه التاسيسيه وادى التوصيات ولجنه تعد مسوده للدستور وادى التوصيات بمسودات عامه للموضوع وتم التنسيق. ويمكن دكتور عبد الله المغازي والاستاذه مريان ملاك وانا قدمنا مشروع يوم 19/2 لمجلس الشعب وسلمناه لمكتب رئيس المجلس كمان مشروع قانون لاجراءات ومعايير اختيار الجمعيه التاسيسيه. اهم ملامحه باختصار شديد ان لا يتعارض دور عضو مجلس الشعب كدوره كعضو مجلس الشعب وايه ودوره في الجمعيه التاسيسيه فليكن كل الاعضاء من خارج البرلمان وبتوزيع على الايه على القوى السياسيه. دي كانت رؤيتكم. دي رؤيتنا تاكيد كلهم من خارج ويمكن تمثيل القوى السياسيه فيها. ايوه انا فاهم يعني ويتم تمثيل كل الاطياف مع وضع حد ادنى 10% للديانات السماويه والمراه والشباب. لسه ستناقش هذه الاطروحه. لسه هيمشي في مصالح بقى في المجلس. ده متقدم اديله دلوقتي بكره هيبقى اسبوع ان شاء الله. لكن مش موجود على الاجنده حاليا ان انتوا تناقشوا المساله دي الان في مجلس الاستشاري. لا مش موجوده. راي حضرتك في الموضوع ده؟ رايي طبعا برضو حكايه يعني بص الاعلان الدستوري الحقيقه سابها مبهمه وادى السلطه المطلقه لاعضاء المجلسين المنتخبين 498 وال180 سابها لهم مطلقه ان يختاروا 100 شخصيه جميل. من بينهم او من غيرهم سابها لهم مطلقه. حاجه من الاثنين يا اما تطلع لها مشروع قانون تفصلها يعني مش تفصلها يعني قصدي توضح اجراءاتها تفصيلات اجراءاتها ازاي. ده مشروع قانون وده في سلطه مجلس الشعب اذا 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 مش بس وان كان ما سرب لنا يعني كوسائل اعلام انه لن يكون هناك قانون تفصيلي يعني. انا بقول لحضرتك يعني هي يعني خلينا احنا دلوقتي احنا قلنا في الاعلان الدستوري هي مكتوبه ومديه سلطه مطلقه للمجلسين. طب المخرج من كده ايه؟ المخرج من كده انك تعمل قانون وده سلطة مجلس الشعب ان هو يحدد المية دول يجوا منين. خلاص لو ما مشيش القانون ده هنفضل تحت رحمة الاعضاء مع احترامي يعني طبعا الاعضاء المنتخبين ال 498 وال 180 هو الباشمهندس شريف معين هو بتالي الحمد لله مسؤولية كبيرة كويس الحمد لله رب العالمين. لسه بعدين مش عارفين هيختاروا المية دول ازاي. تسريبات بقى 60 و40 50 و50 لسه. انما هو باختصار شديد جدا يعني اي انسان عاقل لابد ان يقول الاتي انه ان المية دول لازم يمثلوا طوائف المجتمع كلها دون غلبة طبعا. ده مش ما فيهوش اغلبية ولا نسب يعني ما ينفعش اجي اقول المية. حاجة مهمة تانية آلية عمل الجمعية ازاي ما لسه حكمت. ما انا كنت عايز حاجة تانية اهم الحقيقة في دقيقة بعد اذنك.
يعني قصدي اقول ال100 دول ما ينفعش زي ما عملوا مثلا انه اعلى اصوات يبقى منهم رئيس المجلس وبعدين الكتله اللي وراه يبقى منها الوكيل وبعدين اللي وراهم يبقى منها الوكيل الثاني. لا ال100 اللي تكتب دستور كده، الدستور ده بتاع توافق بتاع 100 يمثلوا الشعب المصري كله، والاعضاء اللي في ال100 دول اللي بيكتبوا الصياغه اساس القانون الدستوري دول 3-4 صحيح. هي مش الصياغة العضوية لابد ترجع للمحكمة الدستورية. لا 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 نو لا 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 لفنيين فقط على الأقل يكون موجود فنيين يعني. اسمح لي، أنتوا هتجتمعوا في الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلسي الشعب والشورى في أول الشهر القادم على ما أظن. السيناريو المطروح في حتى يتم اختيار المئة، هل هناك أي سيناريو؟ والله زي ما قلت لحضرتك كده الموضوع باختصار زي ما الدكتور قال يعني بكل اختصار، إما أن يتم التوافق على أسماء المئة أو يتم وضع قانون لكيفية اختيار المئة وكيفية عملهم. لو يتم وضع هذه المعايير وتركت الأسماء سيما سيتم التصويت عليهم بالغلبة وتكون عدد الأصوات الأكبر هي التي لها الغلبة في الاختيار، ولا توجد آلية عمل واضحة يعني لعمل هذه يعني الحرية والعدالة. كان في حديث عن 40 و60 مرة 40 و60 هل الكلام ده أثير داخل أروقة البرلمان؟ لا لا خالص جوه المجلس الإعلامي فقط. لا 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 ده تصريح من الجماعة أو من الحزب. هو أنا كان عندي إضافة أخيرا سريعا بعد إذن الإضافة الصغيرة كمان الأهم من المية الحقيقة أنه نبتدي نطرح يعني كل اللي عنده مشروع دستور حطه في درج المكتب يطلعه. يعني أنا معجب جدا الحقيقة الدكتور معتز بالله عبد الفتاح لما الراجل قعد اجتهد هو مجموعة عمل معاه وعملوا مسودة الدستور، وأنا الحقيقة دخلت على النت وطلعتها لأن هو أعلن في الإعلام كله وقال أنا عايز أطرحها الحوار مجتمعي. قريتها ولقيت عنده أفكار رائعة جدا مع شوية ملاحظات. اللي أنا عايز أقوله الآتي، ممكن جدا أزمة اختيار المية تقل بشدة لو ابتدت كل القوة تطرح أفكارها على الدستور. هتلاقي إن 90% من المواد أزعم ان هي متوافق عليها، أزعم إن النظام هيبقى مختلط مش برلماني، لابد نبدأ من مشروع ونجي عليه ونغير فيه بس. وبعدين ولا داعي، هكمل جملة أخيرة، ولا داعي إن اللجنة دي تبدأ من الرابع رقم صفر. بالظبط بالظبط، لأنه الحقيقة أنت عندك دساتير مصرية قديمة وعندك دساتير في العالم، لو قعدت وعملت جمعت من دول هتطلع بينهم فيما فيهم 71. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور طارق كامل عضو الهيئة العليا لحزب الوسط. ربنا يخليك. كما اشكرك المهندس شريف زهران الامين العام المساعد للمجلس الاستشاري وعضو مجلس الشعب. اشكركم وشكرا جزيلا. كما اشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. فاصل قصير وساكون معكم على رأس الساعة وموجز لاهم واخر الاخبار. ابقوا معنا.